من المشاريع الحيوية الكبرى بتندوف، وبنسبة إنجاز متقدمة يعرفها مشروع مخازن التبريد بالولاية. هذا المكسب الهام الذي من شأنه النهوض بالإنتاج الفلاحي، وكذا قاعدة لتصدير المنتوجات نحو موريتانيا. ما عندهاش بزاف، كذلك فتحنا حدود مع إخواننا الموريتانيين، دونك لما نشوفوا هذا الوضعية نقولوا أنه كذلك هذه الغرفة تاع التخزين والتبريد رايحة تلعب دور كبير، دور يعني محليا، وحتى يعني مع إخواننا لما يتعلق الأمر بتصدير بعض المواد بسعة 5000 متر مكعب للتخزين والتبريد، من شأنها التحكم في السوق المحلية والتشجيع على التصدير. هي إضافة هامة لهذه الولاية من عوامل التخزين، تخزين كل ما هو منتوجات فلاحية ومنتوجات غذائية، وتساعد الفلاحين وتساعد المتعاملين الاقتصاديين في المساهمة أكثر في إنتاج المنتجات الاستراتيجية وتخزينها وتوزيعها. نسبة تقدم الأشغال اللي هي حوالي 75%، واللي من المتوقع إتمام الأشغال وتسليم المشروع في نهاية شهر أوت للسنة الجارية. لتبقى مثل هذه المشاريع الحيوية تساهم في تشجيع الفلاحة الصحراوية.